عليها السلام قام مقبدا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني عشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتاذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد عضلت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبله وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عينه وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني عشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتاذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عذلت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتاذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لي باي قد عضلت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بلتي ويا بضعتي قد عذلت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكسوى أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضنني ما يحضنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وعنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك
ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم كذا عذلت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويكون لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مذهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد عذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن هنا قد عذلت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيعا واستفاني بالرسالة التي ما ذكر ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل الأهل العرض وفيه جمع من شيعتنا ومغبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيعا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومغبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب
الْكَعْبَةَ.